حسبوس، سمعت قصة القاتل المأجور اللي كان بيقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيوة أنا عارف الموضوع يخوف ويسبب الرعب. أقعد كده بالله خلينا نحكي أقعد يا أبويا، تعال استفد لك كلمتين. ما هي لا فالح بس في الأكل والشرب والنوم. في مجموعة الخير من جدة اليوم عندنا قصة قاتل مأجور حاول يقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قصة مليانة أكشن ومليانة دراما وتستحق كل ثانية من وقتكم، خصوصا أنه في النهاية في إيه؟ في حبكة صغيرة راح تصير، ما بحرق عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عمر يا حبيبي. مبدئيا كده بالصلاة على النبي، شكرا على دعمكم على مقطع قصص عمر الماضي. كنت بقول طفولة عمر لا، مقطع قصص عمر الماضي. المقطع ما شاء الله كسر الدنيا وعجبكم مرة كثير، وجاتني تعليقات حاولت أقراها كلها من حلاوتها ما قدرت، مرة كثير كلام حلو وربي مرة شكرا. فاليوم قررت لا ما راح أصور إلا قصة كمان عشان الناس حبوا القصة الماضي. مبدئيا إذا أنت أول مرة تخش القناة سبسكرايب وفعل زر الجرس، وإذا أنت عاد قديم في القناة عاد أنت أكيد عارف إنه زر اللايك ببلاش ويساعد القناة مرة كثير. جاهزين يا جماعة الخير؟ جاهزوا مفرحات وعصيرات؟ مو زي آخر مقطع، جاهزوا مفرحات وعصيرات. إذا كان بعد المغرب تتابع المقطع، إذا كان قبل المغرب في ناس كانوا حيفطروا بسبب مقطع. الصائم صائم والفاطر بعد المغرب، كل مفرحات وعصيرات ومخمخ معانا في القصة اليوم. جاهزين يا جماعة الخير؟ توكلنا على الله. قصتنا اليوم يا جماعة الخير عن قاتل مأجور حاول يقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة المكرمة. زي ما كلنا عارفين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولد في مكة، ولما جاته الرسالة كان بيدعو قومه سرا في مكة المكرمة، وفي بداية الدعوة آمنوا فيه الناس اللي حوله، قلة قليلة آمنوا بالإسلام، وأغلب كفار قريش كانوا يقولوا ها نحن مشركين نعبد الأصنام، إيش هذا إسلام؟ إيش هذا قرآن؟ إيش هذا محمد ساحر مجنون؟ كانوا يقولوا عن النبي انه ساحر مجنون. اللي يضحك انهم كانوا يسموا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الامين. من الصادق الامين؟ فجأة سبحان الله صار ساحر مجنون. مين المجنون؟ انت المجانين. كانت الدعوة كذا بالسر من بين لبين، وشوية شوية الموضوع بدأ يتطور، بدأوا كفار قريش يعرفوا عن الموضوع، وبدأوا يعاملوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم معاملة جدا سيئة. ايش تبغى من كلام يا ساحر يا مجنون؟ ايش تبغوا من افعال؟ رموا بالحجارة وآذوه، وفي اخر الفترات حاولوا يقتلوه، لدرجة انهم في اخر الفترات حطوا جائزة مالية قيمة جدا للي يقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هي ما كانت فلوس، كانت 200 بعير. وطبعا وقتها 200 بعير والله هذه جائزة مالية قيمة يعني. فبدأوا كفار قريش يشكلوا عصابات كذا وأحزاب، يبغوا راس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبغوا يقتلوه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يجيله الوحي من الله سبحانه وتعالى، فقرر النبي انه يهاجر الى المدينة المنورة. بس قبل ما يهاجر قرر انه يختبئ في غار ثور. هو مين الشخصية الثانية عندنا في القصة اليوم؟ هي ابو بكر الصديق صاحب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اخذوا بعضهم الاثنين وراحوا اختبئوا في غار ثور، منها يتعبدوا الله ومنها يتجهزوا للهجرة ومنها يختبئوا من الكفار، لأن الكفار يبغوا يصيدوهم وبيقتلوهم. الموضوع ما في مزح، هذه فيها 200 بعير يا جماعة الخير. وهنا بدأ الأكشن. لما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق في الغار، كانوا الكفار يحوموا حواليهم ويدوروا عليهم صباح وليل، والغار طبعا كان فيه زي الفتحات. وفي لحظة من اللحظات كفار قريش قربوا مرة على الغار، وأبو بكر الصديق صار يشوفهم من الفتحة. أقدام الكفار صارت تمشي جنب راس النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق كده من الفتحات، شايفين أرجلهم. فأبو بكر الصديق صار خايف وصار يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لأبصرنا، بس لو واحد فيهم طالع عند رجله راح يشوف راس النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق في الفتحات. الموضوع ما في مزح، عشرات الكفار قاعدين يحوموا ويبغوا يقتلوهم، بس لو طالعوا تحت راح يصيدوهم. موضوع مرعب ويخوف، لكن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده إيمان قوي بالله سبحانه وتعالى، ورد عليه رد يدرس. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ يا أبو بكر ترى أنا وياك ما احنا لحالنا، الله سبحانه وتعالى حامينا ومعانا. يا سلام، والله جملة تجيب الطمأنينة. كيف انهم كانوا متوكلين على الله ومستشعرين حمايته؟ الله معانا يا ابو بكر، في احد راح يقدر علينا؟ والله معانا. عاد الجيل الحالي دحين ما يقولوا اثنين والله ثالثهما، يقول لك اثنين والشيطان ثالثنا والعياذ بالله.
وهذا يوريك قد ايش انه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابه كانوا معتمدين على الله واثقين بالله. تحسبوا الكفار كذا استسلموا كذا بعد يوم يومين؟ لا، قعدوا يوم قعدوا يومين يحوموا ويدوروا على الرسول الينا اليوم الثالث. 3 أيام يدوروا على الرسول، وبعد 3 أيام بدأوا يتعبوا وبدأوا يهدوا الرتم في البحث. بس كانت هذه هي الفرصة المثالية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إنهم يطلعوا من الغار ويهاجروا للمدينة المنورة. تحسبوا الأكشن هنا وقفوا؟ بس لا، لسه القصة قاعدة تسخن. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق دعسوا للمدينة المنورة، إلا من بعيد يلقطهم واحد من كفار قريش. شافهم كده من بعيد قال بس فرصة شاد لين عندي، أروح أقتلهم وأحظى بالغنائم. هذه فيها بعير ببعراء بعارير، إيش جمع كلمة بعير؟ ما أعرف، فيها 200 بعير، 200 بعير على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومية بعير على أبو بكر الصديق، 300 بعير إيزي. معليش يا جماعة الخير، هو كان مشرك ما كان كافر. هذا المشرك ركب الخيل حقه للحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق، وداعس بالخيل تبعه، داعس الين قرب من ابو بكر الصديق والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وابو بكر راكب الخيل تبعه ويلتفت وراه يشوف المشرك هذا قاعد يلحقهم، والمشرك هذا هو القاتل المأجور، داعس مليون لدرجه انه قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، صار قريب بينه وبين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مقدار رمح او رمحين، يعني متر متر ونص، خلاص قريب منه شويه وراح يقتله. وابو بكر الصديق صار يطالع في النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له هذا الطلب قد لحقنا، وطبعا الطلب يعني هذا الشخص اللي ايش المرسول اللي بيقتلنا لحقنا جنبنا صار قريب. في هذه اللحظه انا بسالكم، لو في شخص قاتل ماجور بيلحقكم معاه رمح وسيوف، معاه اللي معاه اسلحه، وبينه وبينكم متر وانتم داعسين هو وراكم، ايش المشاعر اللي راح تكون عندكم وقتها؟ خوف، رعب. ما كانت هذه مشاعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس التفت لأبو بكر الصديق، وأبو بكر الصديق خايف يقول له هذا لحقنا يا رسول الله، وقال له لا تحزن إن الله معنا. مرة ثانية يذكروا إن الله سبحانه وتعالى معنا، ما تخاف يا أبو بكر، أرفع رأسك فوق. أبو بكر الصديق هنا بدأ يبكي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ليه ما تبكي؟ أبو بكر الصديق هو راكب الخير قاعد يبكي يقول له أنا ماني قاعد أبكي على نفسي عشاني خايف على نفسي، بل أبكي عشاني خايف عليك يا رسول الله، خايف يمسك هذا المشرك ويقتلك قيده قريب منك. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا دعوة وقال اللهم اكفناه بما شئت. بعد الدعوة هذه نزلت الاستجابة من الله سبحانه وتعالى زي البرق على طول يا جماعة الخير، على طول المشرك هذا قرب للرسول يبغى يضربه، إلا شوية الخيل حقه إيش ينافر، وبدأت الأرض تسحب رجل الخيل وكأنه الأرض انقلبت لطين، والخيل حق المشرك هذا صارت ثقيلة، وصار كل شوية هذا يطيح من الخيل يطيح من الخيل، والرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر يبعد عنه، هو يطيح يقوم يركب الخيل مرة ثانية ويدعس يلحقهم، يقرب منهم مرة ثانية الخيل يوقف والأرض تقلب طين ويطيح مرة ثانية ويطيح مرة ثالثة ومرة رابعة. وهنا هذا القاتل المأجور استوعب حاجة، هذا محمد ما هو طبيعي، كيف ماني قادر ألحقه؟ إيش بالخيل قاعد يوقف وإيش بالأرض قاعد تسحبنا؟ فوقف هذا المشرك واستسلم، وصار ينادي على الرسول وأبو بكر إنه خلاص أنا ما راح أقتلكم أبغى السلام. وفي هذه اللحظة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق التفتوا له ورجعوا له بالخيل. راح هذا القاتل المأجور قاعد يتكلم مع النبي وأبو بكر يقول لهم إنه في جائزة عليكم، أنا أبغى أقتلكم عشان أرجع لقومي، أو على الأقل أبغاكم ترجعوا معايا لقومي عشان أقدر أستفيد وآكل وأشرب. أنا والله لو رجعت لقومي بعد ما عرفوا إن أنا لحقتكم ورجعت ويدي فاضية، قومي إيش راح يسووا فيا؟ ما أقدر أرجع ويدي فاضية، ما أقدر أرجع. الرسول مو مجبر إنه يسمع له، بل بالعكس الرسول وأبو بكر الصديق كانوا يقدروا يدوا له ظهره ويمشوا يروحوا يكملوا طريقهم للمدينة. لكن الرسول ما اكتفى بإنه يسمع له، بل أكثر من كذا راح قال له النبي محمد كيف بك إذا لبست سواري كسرى ومنطقته وتاجه. وهذا حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عظيم يا جماعة الخير، الحديث هذا فيه له معجزة، نقدر نعتبره معجزة والله ممكن نعتبره معجزة. خلينا نفصص الحديث، النبي محمد قال للقاتل المأجور هذا المشرك كيف بك إذا لبست سواري كسرى ومنطقته وتاجه. سواري كسرى زي الإسوار من ذهب، بس مين هذا كسرى؟ الله أكبر، كسرى هذا كان الامبراطور تبع الدولة الساسانية، اسمها زي كذا اسمها صعب، اللي هي تعتبر ايران حاليا، امبراطور عملاق كان يقول انا رب الناس، كان عنده اتباع كثير، كان متجبر في الارض، وكانت دولته عملاقة وعندهم كنوز الدنيا كلها. السوار هو السوار الذهب، والتاج تاج كسرى، تاج الملك حق كسرى، ومنطقته الدولة الساسانية الكبيرة هذه. طبعا المشرك هنا يقول له ايش سواري كسرى يا رسول الله؟
هذا كسر هذا الامبراطور. لا لا يا رسول الله اكتب لي كتاب، كتاب اللي هو زي العهد زي الوعد كذا ايه، مكتوب بالورقة والقلم انه الرسول صلى الله عليه وسلم مدين لهذا الشخص بسواري كسرى ومنطقته وتاجه. وفعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما اعطى ظهره ومشي، قال له ابشر. وكتب في هذا الوقت كتاب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى هذا المشرك. حاجة غريبة يا جماعة الخير، هذا الشخص جاي يقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبغى يقتله كان شعره ويقتله، والرسول جاي بيقدم له ذهب وتاج ودنيا. طيب يا عمر ايش صار بعدها؟ رجع الى مكة المكرمة طبعا مع الكتاب خلاص الوعد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بعدها النبي محمد راح الى المدينة المنورة وصارت القصة المشهورة لما استقبلوا الانصار، والقاتل المأجور هذا رجع الى مكة المكرمة وعاش حياته. بعد عدة سنوات وبعد الفتوحات الإسلامية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، لما رجع مكة المكرمة بعد ما فتح مكة والطائف وحنين، قاعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الخيل وسط الجيش تبعه، فجأة مين يجيله؟ يجيله هذا القاتل المأجور يقرب من جهة الجيش تبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الجيش يستقبله بالرماح والدروع، انت ايش جابك؟ عارفين هذا كان بيقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل كم سنة، ايش تبغى انت دحين ها؟ فصار هذا القاتل المأجور ماسك الكتاب الورقة اللي فيها الوعد من النبي، يقول له يا نبي الله هذا الكتاب، هذا الكتاب اللي وعدتني اياه، يبغى الذهب حقه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقتها سمح له انه يقرب، ففعلا اقترب هذا المشرك من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له هذا الكتاب اللي وعدتني يا رسول الله، انت مدين لي بذهب. وفي هذا الموقف هذا المشرك اسلم وصار واحد من الصحابه الاجلاء. هذا الشخص ممكن بعضكم يعرفه، حتى قد روى احاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان مشرك كان قاتل ماجور بيقتل النبي، اتحول لواحد من المسلمين. هو الصحابي الجليل سراقه بن مالك. قصة رهيبة يا جماعة الخير لسه ما انتهت. بعد كم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم توفى، وجاء وقتها فترة خلافة أبو بكر الصديق، وبعدها بكم سنة أبو بكر الصديق برضو مات، ووقتها كانت فترة خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفترة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحققت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لما الإسلام توسع وانتشر، تقريبا نصف الكرة الأرضية صارت دول إسلامية. زمن الفتوحات والخلافة الإسلامية على وصولها. في عهد عمر بن الخطاب الإسلام وصل للدولة الساسانية اللي هي دولة الفرس اللي مين ملكها كان كسرى. وطبعا المسلمين استحوذوا على الغنائم في بلاد الفرس، غنائم كسرى، الذهب تبعه ممتلكاته، وضموها لخزينة المسلمين. وهنا سراقة بن مالك تعب وهو يستنى زيادة عن اللزوم، يبغى الذهب حقه. راح لعمر بن الخطاب قال له يا عمر بن الخطاب عندي كتاب من نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ابغى الذهب حقي. وفعلا عمر بن الخطاب اطلع على الكتاب اللي فيه الوعد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء رفع يده ولبس الصحابي الجليل سراقة بن مالك سواري كسرى ولبس التاج تبع كسرى. وبالنسبة لمنطقة كسرى فالإسلام وصلها، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم استبشر بالكلام هذا كله وتنبأ فيه قبل يمكن بأكثر من 10 سنوات. هذه يا جماعة الخير نقدر نعتبرها ممكن معجزة، وتحققت بكامل تفاصيلها، ووعد النبي تحقق حتى بعد وفاته. وهنا عمر بن الخطاب قال الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس، وألبسهما سراقة رجلا إعرابيا من بني مدلش. بعد ما كان واحد يقول أنا رب الناس ومش عارف إيش، وكان عنده ذهب ودنيا وتاج وسواري كسرى كلها اتاخذت، ولبسها هذا القاتل المأجور السابق اللي صار واحد من الصحابة الأجلاء سراقة بن مالك. وهذا يجيبنا النقطة مرة مهمة يا جماعة الخير، انه وعد الحور دين، وانه وعد النبي يتحقق حتى بعد وفاته، ويورينا قد ايش انه الدين الاسلامي دين عظيم، كيف انه بدأ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحاله فرد في مكة المكرمة، وصل مواصيل بعيدة، وصل الى كسرى والى الشرق والغرب، والان عندنا في العالم اكثر من 1 مليار مسلم، الله اكبر. وطبعا في عهد عمر بن الخطاب صارت قصص مرة كثير، نفسي اكملها معاكم بس اوريدي اخذنا وقت مرة كثير في هذا المقطع. إذا حابين أحكيكم قصص في عهد عمر بن الخطاب أو قصص إسلامية بشكل عام وتبوني أكمل في هذه السلسلة، ادعموا المقطع هذا بزر اللايك واكتبوا لي في التعليقات إنكم حابين أنا أكمل. بس قول المتابعين إيش رأيك في القصة ها؟ تنفذ وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سنين كمان؟ ما أنت داري فأنا الله حاطك. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا يا جماعة الخير، قصة رهيبة ورائعة ولذيذة، شكرا لكل واحد وصل لهذه النقطة من الفيديو، كان معكم عمر عبد الرحمن، حساباتي كلها طالعة في الشاشة، أشوفكم على خير. السلام عليكم.
سلام سلام، اسمي عمر زردية من المملكة العربية السعودية، اسم قناتي ماكس جدي وفيديو جديد يا حبيبي. هنا وصلنا نهاية المقطع، لا تنسى تسوي لايك قبل ما تطلع.